السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، والتحليل الأسبوعي للبورصة القطرية من يوم الأحد الموافق 14 مارس حتى يوم الخميس الموافق 18 مارس. إن شاء الله يكون أسبوع موفق عليكم جميعا بإذن الله. هنبتدي أول حاجة بتحليل المؤشر العام للبورصة القطرية. طبعا لاحظنا يوم الخميس الماضي ارتداد في نهاية جلسة التداول، أغلق عند 10,224 تقريبا تحت منطقة الطلب بتاعتنا، ولكن أنا شايف إن ده مجرد هبوط تصحيحي، هبوط ضعيف جدا. أتوقع إن هو يتبعه صعود الفترة اللي جاية إن شاء الله خلال الأسبوع القادم. لو بصينا أصلا على فريم الأسبوعي هنلاقي شمعة إنعكاسية ممتازة جدا، فريم الأسبوعي أغلق شمعة ممتازة بتدعم الصعود بإذن الله، وارتدت من منطقة طلب، فباختراق المنطقة دي والإغلاق عليها أتوقع إن شاء الله إن احنا نكمل لـ10,400 بإذن الله، ثم الـ10,458، وعندنا مستهدفات لحد الـ10,613 بإذن الله. وفي حالة اختراقها هنرجع تاني للمستويات اللي احنا كنا عندها في بداية شهر يناير اللي هي عند الـ10,969. ده بالنسبة للمؤشر العام للبورصة القطرية. خلينا نشوف سهم كيو ال ام. سهم كيو ال ام بدأ معانا يرتد من المنطقة دي اللي هي عند الـ4.70، ولكن هو أغلق عند الـ4.69 5/5، تمام. ففي حالة إن احنا السهم أكد معانا الهبوط، أكد معانا الهبوط أسفل الـ4.70، يبقى كده ممكن يهبط تاني ويكمل هبوط لحد الـ3.92. لكن لو السهم اغلق اعلى الـ4.70 مرة تانية وبدأ يدي تأكيد بعد الشمعة دي تعتبر شمعة انعكاسية، تمام. فلو ادى تأكيد مع الشمعة دي فوق الـ4.70، هيكون فرصة ان شاء الله للشراء عشان تستهدف الـ5.70 بإذن الله. لكن دلوقتي لسه ما اكدش معايا، هو حاول يكسر ولكن الكسر كان ضعيف والاغلاق كان ضعيف. عشان اللي معاه السهم انا قلت له، كان حد سألني على السهم وقلت لو اغلق تحت الـ4.70 يبقى كده بيع خلاص، ولكن الاغلاق ده اغلاق ضعيف جدا، وزي ما قلت لما يكون في هبوط قوي وبيتبعه صعود، او الشمعة مثلا بيكون اخرها هنا وبعدين يقدر مشتري يدخل السوق ويطلع يرد الجزء ده كله، فمعنى ده ان الهبوط اللي حصل ده هبوط ضعيف والبايع ما قدرش يسيطر على البيع كله او على الشمعة كلها، ففي مشتري دخل قدر يشتري، تمام، قدر يشتري ان هو وقدر يطلع السهم ده مرة تانية لأعلى زي ما حضراتكم شايف. فهنا حصل نفس الكلام، تمام، هنا حصل نفس الكلام اهو، وانا شايف ان احنا ممكن يبتدي يكون في ارتداد مرة تانية ان شاء الله على سهم كيو ال ام في حالة اغلاق شمعة انعكاسية تانية من هنا، مثلا يجي شمعة بتلعية او شمعة زي دي بس يكون لونها ازرق وتطلع فوق الـ4.70 بإذن الله. عندنا سهم البنك التجاري، عندنا البنك التجاري لسه مفيش اي جديد عليه، لازم زي ما قلنا قبل كده اخترق الـ4.50، فمفيش جديد ومش هناخد وقت فيه. عندنا سهم دلالة، دلالة طلع معانا الحمد لله زي ما توقعت، واتوقع استمرار الصعود عشان نرجع تاني للـ1.84 ثم الـ1.90. الاغلاق كان مميز جدا، اغلاق يوم الخميس جايب معانا تقريبا القمة عند الـ1.79، كنت أتمنى إن هو يقفل عندها ولكن ما قفلش، ولكن بالنسبة لي شمعة الأسبوعية قفلت إغلاق ممتاز جدا جدا، وأتوقع ليها استمرار الصعود بإذن الله لسهم دلالة. طيب تعالوا نشوف بنك الإنماء أو سهم إنماء. طبعا الناس اللي معانا في جروب التوصيات عارفين إن احنا اشترينا من الـ5 ريال، والحمد لله طلعنا السهم من الـ5 ريال الـ5.24، ونزل تاني. كان السهم على وشك تحقيق الهدف الأول عند الـ5.44، ولكن نزل، يعني كان فرق حوالي 3%، احنا طلعناه حوالي 4.5%،
ونزل تاني دلوقتي معانا حتى الآن حوالي 2.5% أو 3%. فأنا متوقع بإذن الله استمرار الصعود لسهم إنماء، خاصة إن هو ارتد من منطقة طلب ممتازة. لو بصينا على فريم الأسبوعي، شمعة انعكاسية ولا أفضل، يعني شمعة ممتازة جدا جدا، ارتدت من منطقة طلب. المنطقة دي كانت منطقة عرض سابقة، حصل تبادل للأدوار وأصبحت منطقة طلب، فبدأنا نصعد من المنطقة دي وكون لي هنا شمعة انعكاسية. احنا على اليومي بدأنا ندخل بعد ظهور أو بعد إغلاق شمعة يوم الأربع، اهي شمعة يوم الاربع الماضي دي ادتنا الاشارة وبدأنا نشتري فيه مع بداية يوم الخميس، والحمد لله محقق معانا نسبة كويسة جدا. اتوقع بإذن الله ان احنا نشوف صعود على سهم الانماء خلال الفترة اللي جاية، وكمان عندنا هنا السهم اخترق ترند هابط، تمام. فانا متوقع ان شاء الله سهم انماء هنلاقي عليه صعود الفترة اللي جاية، يوصل لـ5.70 ريال وبعدين الـ6.25 ريال. دي طبعا زي ما قلت قبل كده وهفضل اكرر واقول، دي مش دعوة ان احنا نشتري دلوقتي، اللي راحت عليه الفرصة ما ينفعش يشتري من نص الاتجاه. لما تشتري من نص الاتجاه انت كده بتضاعف الريسك بتاعك. يعني لو الريسك بتاعك مثلا هنا احنا الستوب لوز بتاعنا مثلا تحت الـ4.71، نقول مثلا 3%، يعني من هنا اهو حوالي لا 6%. شوف انت لما تدخل من هنا الستوب لوز بتاعك هيبقى قد ايه؟ الستوب لوز بتاعك هيبقى حوالي 12% او 11%. فليه انت تضاعف الريسك بتاعك وانت اصلا ممكن يعني ما يبقاش فيه ريسك خالص وتستنى فرصة تانية تكون افضل؟ لكن الناس ما بتبقاش واخده بالها من النقطه دي، فحبيت اوضحها. ما ينفعش تدخل من نص الاتجاه. نشوف البنك الخليجي. البنك الخليجي مازال تحت المقاومه عند الـ2.14 ريال ومازال متذبذب، فبرضه ما فيش تحليل جديد عليه. نشوف بنك الريان. عندنا بنك الريان مازلت متمسك في الشراء. عندنا نبص اغلاق الاسبوع هيبقى عامل ازاي. اتوقع اغلاق ايجابي، اغلاق ايجابي الى حد ما، اغلاق ايجابي بيدعم الصعود بتاعنا. اتوقع ان احنا نوصل لـ4.26 ريال. يعني احنا ده ممكن، ده سهم لسه في بداية الاتجاه بتاعه، لسه ما حققش نسبة عالية اللي انا اقدر اقول ما ينفعش ندخل من نص الاتجاه. لا، ده لسه في بداية الاتجاه بتاعه، فده مناسب ان احنا نشتريه. لو حد عايز يشتري في سهم كويس يبقى الريان سهم كويس، والتداولات عليه يعني مش بالقوة اللي احنا بنشوفها، فبيبقى سهم استثماري كويس انك تدخل فيه وتاخد فرصة عليه كويسة. انا واخده من الـ14 ريال و16 درهم، دلوقتي 14 ريال و18 درهم، يعني فرق 2 درهم بس، وشايف ان هو هيستكمل الصعود باذن الله، خاصة لو اخترق الـ4.26 ريال. هنوصل للـ4.38، وعندنا مستهدفات لحد الـ4.68 باذن الله. نشوف الإيجارة. الإيجارة الحمد لله برضو حققت معانا الأهداف اللي اتكلمت عليها من حضراتكم لو تفتكروا من منتصف فبراير، وقلنا السهم ممكن يوصل للمنطقة دي ويبتدي يصعد مرة تانية، وفعلا السهم نزل وصل للمنطقة دي من يوم 22 وبدأ يصعد منها زي ما حضراتكم شايفين. صعد من 1.14 ريال لحد 1.27، حوالي 11%. أتوقع استمرار الصعود لو أكد الإغلاق أعلى 1.27، أتوقع استمرار الصعود بإذن الله لحد 1.39. وعندنا كمان المستهدف اللي بعديه عند 1.39 3/4. نشوف البنك الاول. البنك الاول اتكلمنا كذا مرة وقلنا ان احنا نفضل متمسكين في بالشرا، شاريين من 1.74 ريال او 1.73 في الرينج ده، وفضلنا متمسكين بالسهم فترة كبيرة وما زلت متمسك بالسهم عشان نوصل تاني لـ1.90 ريال. وعندنا مستهدفات لحد الـ2.11 ريال على البنك الاول. طبعا ده لو اخترق الـ1.93 وتسعة اجزاء. لو اخترق المنطقة دي هنروح للـ2.11 ريال باذن الله. نشوف البنك قطر الوطني QNB. QNB وصل اخيرا للمنطقة اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي عند 17.31 واغلق عليها. اغلق عند 17.33 واغلاق الاسبوعي، اتوقع اغلاق ممتاز، اغلاق كويس جدا.
أتوقع استمرار الصعود لسهم قطر الوطني، ممكن نوصل لـ 18 ريال، 35 درهم، يعني بنتكلم في حوالي صعود 6%. ده كهدف مبدئي. الهدف التاني عندنا ممكن نستهدف الـ 19 درهم، 19 ريال عفوا، يعني حوالي 10% مكسب. تمام. فانا شايف باذن الله ان بنك قطر الوطني كيو ان بي ممكن نشوف عليه صعود خلال الفتره اللي جايه، هيستهدف معانا المناطق اللي احنا قلنا عليها الـ 18 35، وفي حاله اختراق هنوصل لـ 19 ريال، وفي حاله اختراق الـ 19 ريال هيكون عندنا ممكن صعود لحد الـ 19 80، واخيرا هيكون عندنا الـ 21 21. نشوف قطر وعمان. قطر وعمان مازال متذبذب تحت المنطقة دي، أو داخل منطقة العرض عند 89.50 لـ 92.10. دي المنطقة بتاعتنا، منطقة العرض بتاعتنا. قلنا لو تم اختراق الـ 92 والإغلاق عليها يكون عندنا صعود ممتاز لحد الـ 1 ريال، لكن لو ما أغلقش عليها ممكن ننزل مرة تانية لحد منطقة الطلب اللي عند الـ 84 للـ 80.70، ده طبعا في حالة كسر الدعم اللي عند الـ 86.7 أجزاء. نشوف سهم أعمال. سهم اعمال طبعا احنا على ما اتذكر ان احنا بعنا السهم على ربح حوالي 15%، كنا شارينه من الـ 84، من هنا الـ 84 بعنا على ربح حوالي 15%، الحمد لله. مازال سهم اعمال تحت منطقة العرض بتاعتنا، منطقة العرض اللي ما بين الـ 99 للـ 1 ريال و1 درهم و5 اجزاء، دي منطقة العرض بتاعتنا. لو اخترقها، لو قدر السهم ان هو يخترق المنطقة دي، اتوقع ان احنا نوصل لحد الـ 1 ريال و6 درهم. الـ 1 ريال و6 درهم هتكون المستهدف القادم بإذن الله على سهم أعمال، ده في حالة اختراق الـ 1 ريال و1 درهم و5 أجزاء، آخر نقطة في منطقة العرض بتاعتنا اللي ممكن تنزل السهم لتحت. يعني المنطقة دي لو ما اخترقهاش وبدأ يدي إشارة انعكاس من عندها، ممكن نشوف هبوط تصحيحي لحد الـ 94.10 للـ 92.50، ونبتدي نشتري من المنطقة دي مرة تانية، لأن احنا ما زلنا في الاتجاه الصاعد. نشوف الخليج الدولية. الخليج الدولية إغلاقها كان كويس إلى حد ما، إغلاق الأسبوعي أحسن بكتير جدا، أغلق فوق القناة السعرية الهابطة، اخترقها وأغلق عليها. أتوقع نشوف الأسبوع ده حركة كويسة على الخليج الدولية. أتوقع إن احنا ممكن نشتري يعني الستوب لوز بتاعنا، أبص عليه على الفريم اليومي، دي فريم اليومي، ممكن احط الستوب لوز بتاعي تحت هنا كده، يعني هيبقى حوالي 5%، بس انا مش هدخل دلوقتي برضو. يعني هو اغلاق يوم الخميس كان اغلاق سلبي، لكن التوتال الاغلاق الاسبوعي كله اغلاق كويس، فممكن بعد الاختراق ده ينزل يعمل اعادة اختبار ويدينا اشارة من هنا، وبعدين نبتدي نشتري، فهتكون فرصة كويسة لو بدأ يدينا اشارات كويسة من هنا عشان نبتدي نشتري في سهم الخليج الدولية مرة تانية بإذن الله. نشوف استثمار القبضة. استثمار القبضة بدأت تدي إشارة انعكاس واضحة جدا أهي، من الـ 81.80 للـ 84، وطلع نزلوا خبر يوم الخميس إن مفيش أي أخبار جوهرية أدت لصعود السهم الصعود القوي ده كله. طبعا متعودين على الخبر ده، كل ما يحصل صعود قوي في سهم بيطلع علينا الخبر ده ويقول مفيش أي أخبار جوهرية يعني السبب في صعود السهم بالشكل ده. تمام. فاحنا عندنا منطقة العرض بتاعتنا، منطقة العرض بتاعتنا اللي هي عند 81.80 للـ 84، اتكلمنا على المنطقة دي في الفيديو اللي فات اهي، قلنا ان هي كانت منطقة سابقة من 2017 اعتقد، اهي نجيب جميع البيانات. المنطقة دي عموما عندنا من 2017 اهي،
السهم وصل ليها وبدأ يهبط منها بقوة، نزل من 84 أو أكتر كمان، يعني احنا بنتكلم في 85 60، نزل منها لحد معانا 37، يعني السهم فقد أكتر من 128%، نزل 128%، وبعدين بدأ يصعد تاني من 37. فهنشوف هل السهم هيخترق المنطقة دي ولا لا. أنا طبعا خرجت من البيع، خرجت من الشراء بتاعي على سهم استثمار القبضة، وهشوف هل هيخترق المنطقة دي ولا لا. طبعا حتى لو اخترقها أنا مش هقدر أشتري من بعد الاختراق، لأن هو مازال في قمة، ولما الأسهم تبقى في قمة بيبقى الريسك زي ما قلت الدبل، ما ينفعش أشتري وهو السهم في قمة. أستنى، إحنا مازلنا في اتجاه صاعد تمام، فأنا أستنى إن هو يصحح شوية، أنزل على الفريمات الصغيرة زي مثلا فريم الساعة، وأشوف فين أول تصحيح ممكن آخد من عنده أو أشتري السهم من عنده، أو هتكون منطقة كويسة إن أنا أشتري السهم منها تمام. فأنا شايف إن السهم بإذن الله لو نزل وصحح ممكن ينزل معانا لحد هنا كده، يعني بنتكلم في المنطقة دي أهو من 74. نجيب تاني الشموع تمام، ممكن عندنا منطقة، أول منطقة ما بين 77 وخمس أجزاء لل 76 وأربع أجزاء، دي أول منطقة شراء ممكن تقابلنا ونشتري منها. كسرها يبقى هينزل للمقاومة اللي عند ال 74 60 تمام، ولو كسر ال 74 60 ممكن ننزل للمنطقة اللي تحت عند ال 69 80 لل 68 30، ودي هتكون أفضل منطقة ممكن نشتري منها سهم استثمار القبضة، زي ما حصل بالظبط في سهم إنماء، وقلنا إن إحنا كان عندنا منطقة عرض تحولت لمنطقة طلب بعد ما تم اختراقها. هنا لسه ما عملناش إعادة اختبار، ممكن لو كسر النقط اللي إحنا قلنا عليها دي ينزل ليها ومنها نبتدي نشتري سهم استثمار مرة تانية بإذن الله. طيب نشوف صناعات قطر. صناعات قطر طبعا طلعت يعني زي ما حضراتكم شايفين، ولكن ما خدناش الفرصة. ممكن لو اخترقت ال 12 29 مع نشوف عليها صعود مع إعادة الاختبار توصل معانا لحد عندنا ال 12 59، او بنحط الرقم بالظبط عند ال 12 65 تمام، 12 65 بعدها ال 13 05، وهيكون عندنا اهداف اعلى في حالة اختراق المستويات دي باذن الله. مجمع المناعي، مجمع المناعي طبعا عندنا اعتقد الجمعية، اجتماع الجمعية العمومية او اجتماع الجمعية العمومية أعتقد يوم 23 مارس، يعني على ما أتذكر يوم 23 مارس. فممكن لو جت أخبار إيجابية نشوف صعود قوي جدا للسهم بإذن الله. وزي ما قلت قبل كده احنا متمسكين بالسهم من شهر نوفمبر الماضي شاريينه، السهم ما بيتحركش كتير بس احنا شاريين كاستثمار، وقلت اللي عايز يشتري السهم كاستثمار هتكون فرصة ممتازة جدا جدا انك تشتري من الأسعار القليلة دي دلوقتي. عندنا أهداف لحد 6 ريال و13 درهم، يعني بنسبة ربح أكتر من 100% بإذن الله. نشوف مساعيد. سهم مساعيد طبعا اخترق 1.96 واغلق عليها. اتوقع ان احنا نستمر في الصعود لحد 2 ريال و2 ريال و5 درهم، وفي حالة اختراق 2 ريال و5 درهم ممكن يصعد معانا للمنطقة اللي ما بين 2 ريال و19 درهم لل2 ريال و13 درهم. نشوف كامكو. كومكو يعني برضو مازال متذبذب، يعني شايفين قاعد في المنطقة دي بقاله قد ايه، بقاله اكتر يعني مثلا احنا بنتكلم من يوم 1/3/1 مارس حتى الان متذبذب في المنطقة دي، يعني 11 يوم متذبذب او 13 يوم متذبذب في المنطقة دي. فانا بالنسبة لي سهم كومكو يعني ممكن انزل على فريم الساعة كده ونشوف هل في مثلا ترند هابط او قناة سعرية هابطة ممكن نشتغل عليها.
عندنا اهو، اتوقع ان احنا عندنا هنا قناة سعرية هابطة او نموذج علم. دي القناة السعرية، نموذج العلم بتاعنا اهو. فانا شايف ان لو اخترق النموذج ده، لو اخترق نموذج العلم ده، ممكن نبتدي نشتري مرة تانية في سهم كومكو. لكن دلوقتي السهم زي ما قلت متذبذب جدا، شوية فوق وشوية تحت. فلا يعني انا افضل ان انا استنى على السهم يخترق معايا النموذج ده ويقفل اعلاه. لو قفل اعلى النموذج ده هتكون فرصة كويسة للشراء مرة تانية. احنا كنا طبعا شاريين من تحت وفضلنا معاه الحمد لله، وطلعنا بنسبة ربح كويسة جدا. لكن دلوقتي مش شايف ان في فرصة، لان احتمالية الهبوط كمان واردة. يعني ممكن دي هو في منطقة عرض، اهي منطقة العرض على اليومي، تمام. منطقة العرض دي على اليومي اهو زي ما حضراتكم شايفين، فممكن يبتدي ينزل من المنطقة دي، لان المنطقة دي تمثل منطقة بيع قوية. فلو اخترق النموذج هنفكر في الشراء، لو فضل تحت المنطقة دي يبقى احنا في البيع، تمام. او اللي معاه في السهم بيبتدي يبيع. نشوف المستثمرين. المستثمرين يعني برضو مازال متذبذب جدا، ولكن مائل للصعود اكتر. يعني بص على فريم الاسبوعي، فريم الاسبوعي كويس، بس الاغلاق مش اللي هو افضل حاجة، بس هو يعتبر الى حد ما كويس، لان هو ما كسرش منطقة الطلب بتاعتنا اللي ما بين 1.76 ل 1.72. وعندنا هنا يعني بدأ، يعني شايفين لما قبل ما يصعد الصعود ده كله برضو فضل يتذبذب كده وبعدين انطلق. فانا شايف ان سهم المستثمرين برضو ان شاء الله هيكمل الصعود معانا لحد 1.96 وتمن اجزاء، وفي حالة اختراقها نوصل للاتنين ريال وتمنتاشر درهم. نشوف الاسمنت. الاسمنت طبعا تألق معانا الحمد لله، واغلق معانا يعني بنسبة ربح ممتازة جدا، 15% او 16%. دلوقتي هو في منطقة بيع ما بين الأربعة 85 للأربعة تسعة، الأربعة 94. المنطقة دي منطقة بيع قوية. لو السهم فضل ما قدرش يخترقها يبقى ممكن نشوف هبوط تصحيحي، ممكن لحد الأربعة 55. لكن لو قدر يخترق الأربعة 94 ممكن نوصل للخمسة ريال و17 درهم، وكمان الخمسة ريال 61 درهم. نشوف مخازن. مخازن طبعا لو حضراتكم تفتكروا يوم الخميس الماضي، يوم الثلاث الماضي، قلنا ان احنا عندنا دي منطقة شراء. لو ظهر منها برايس اكشن هيكون فرصة للشراء ان شاء الله. وفعلا ظهر برايس اكشن يوم الاربع، وبلغت بيه الفيديو اللي عملته للمشتركين. قلنا ان احنا عندنا هنا منطقة شراء وظهر برايس اكشن ممتاز، ممكن نشوف صعود على سهم مخازن خلال الفترة اللي جاية. فانا افكر ان احنا نشتري في سهم مخازن، ولكن يعني برضو يديني اشارة تانية تأكيدية وهبتدي اشتري، لان هو مازال في الاتجاه العرضي بتاعي. نشوف سهم ناقلات. سهم ناقلات مفيش عليه اي جديد، لسه ما وصلش للمنطقة بتاعتي عشان ابتدي اشتري فيه. فانا مازلت شايفه تحت المتابعة او حطه تحت المتابعة. سهم الملاحة، الملاحة الحمد لله حتى الآن محقق معانا نسبة ربح 9.5%، فمتوقع استمرار الصعود لسهم الملاحة عشان نوصل للهدف الأخير بتاعنا عند 8 ريال و10 درهم. نشوف بروة. بروة أعطى إشارة انعكاس كويسة جدا يوم الخميس الماضي. أتوقع إن شاء الله إن إحنا ممكن لو لقيت سلوك سعر كويس يوم الحد بكرة مع الافتتاح ابتدي اشتري في السهم مرة تانية واعمل متوسط في السهم عشان نوصل للتلاتة ريال وتلاتين درهم مرة تانية، وفي حالة الاختراق نوصل للتلاتة ريال واربعين درهم، وعندنا مستهدفات لحد التلاتة اربعة وخمسين. نشوف ازدان القبضة. ازدان القبضة برضو الحمد لله يعني اغلاق مميز جدا لازدان.
نكبر الشارت بتاعنا. اغلاق كويس جدا، اغلق شمعة ابتلاعية ممتازة. اتوقع استمرار الصعود باذن الله لسهم ازدان القبضة خلال الاسبوع القادم عشان نوصل لـ1.64 كهدف اول، والهدف الثاني عندنا عند الـ1.72 للـ1.75، وفي حالة اختراق هنوصل للـ1.83 وتسع اجزاء باذن الله. نشوف مزايا. ادي سهم مزايا قطر، عندنا طبعا نموذج الهارمونيك الكراب او الكابوريا، عندنا النموذج ده بيدعم معانا استمرار الصعود، يعني هو السهم يعني اغلاقه مش وحش، الاغلاق الاسبوعي بتاعه اغلاق ايجابي جدا اهو، يعني اغلاق ممتاز جدا على الاسبوعي، اغلاق ابتلاع، ابتلاع شرائي كويس جدا. وهنا كان عندنا برايس اكشن اشترينا من اسبوعين تقريبا، ومستمر في سهم مزايا لحد اهداف ممكن توصل لحد الـ1.32، فسهم مزايا مفيش قلق منه خالص، انا الحمد لله كسبانين فيه لحد دلوقتي، شاريين من الـ1.20، فالسهم مازال ايجابي معايا ومفيش عليه اي سلبية، ممكن نشوف صعود قوي مع افتتاح السوق بإذن الله أو خلال الأسبوع القادم بإذن الله. نشوف المتحدة للتنمية. المتحدة للتنمية برضو عندنا هنا عامل نموذج فلاج، نموذج العلم، ممكن السهم يعني يبتدي يصعد أو يستكمل الصعود بتاعه دلوقتي داخل النموذج. لو اخترق النموذج ده زي ما قلنا قبل كده عندنا أهداف توصل للـ2 ريال، فنستنى اغلاق اعلى النموذج اهو، يعني الاغلاق حتى الهدف بتاعنا متوافق معانا مع منطقة عرض او منطقة نقطة مقاومة عند الـ1.99 بالظبط، فده هيكون المستهدف بتاعنا على سهم المتحدة للتنمية بإذن الله في حالة اختراق الراية بتاعة العلم. نشوف الخليج التكافلي. ادي الخليج التكافلي صحح تقريبا لنص الشمعة او اقل شوية، كنت قال ان احنا ممكن نشوف 2.69 وتسع اجزاء، نزل لحد الـ2.70 تقريبا او 2.71 وبدأ يصعد تاني، اتوقع استكمال الصعود لحد الـ2.94 وتمن اجزاء، وفي حالة اختراقها هيكون عندنا صعود بنفس المقدار اللي هنا ده تقريبا، يعني حوالي 14%، أو ممكن يعني مثلا هنا 14% على الأقل ناخد 75%، يعني مثلا ممكن نقول 10% أو 9% صعود في حالة اختراق النموذج ده، تمام؟ لأن مش شرط إن هو يجيب نفس المسافة كلها هنا. نشوف القطر للتأمين. قطر للتأمين مازال داخل القناة السعرية الهابطة، طبعا احنا اشترينا من الـ2.30 قفلنا جزء نص الكمية عند الـ2.45 او الـ2.47، اتوقع ان شاء الله استمرار الصعود لسهم قطر للتأمين، وباختراق القناة السعرية الهابطة دي هيكون عندنا مستهدفات لحد الـ2.71، تمام؟ طبعا برضو محدش يشتري دلوقتي. طيب نشتري امتى؟ تقدر تشتري لو تم اختراق القناة السعرية الهابطة دي، يعني لو اخترق الترند اللي انا واقف عليه ده واغلق عليه ممكن ساعتها تشتري، لكن دلوقتي الشراء فيه ريسك كبير، تمام؟ نشوف قطاع الاتصالات، عندنا شبكة او شركة اوريدو. شركة أوريدو عندنا السهم يعني نزل تاني، رجع ينزل تاني تحت مستويات الـ6.89، يعني المستويات دي فضل متذبذب عندها فترة كبيرة من شهر 6، شهر جون أعتقد 2020 لحد نوفمبر، لحد ديسمبر 2020، 6 شهور متذبذب في المنطقة دي، فنزل للمنطقة دي مرة تانية
هشوف يعني، لو اغلق فوق الستة تسعة وتمانين وتلات اجزاء هتكون فرصة كويسة ان احنا نشتري. تمام، لو السهم اغلق فوق الستة ريال تسعة وتمانين درهم وتلات اجزاء هتكون فرصة للشراء، لكن دلوقتي ما فيش فرصة. حتى الاغلاق الاسبوعي سلبي، الاغلاق الاسبوعي سلبي جدا، والبرايس اكشن مش فوق منطقة الطلب. يعني لو البرايس اكشن كان فوق المنطقة دي كنت اقول نشتري، لكن لسه السهم سلبي الى حد ما. تمام، فانا سهم اريده، انا مش شايف عليه فرصة دلوقتي، فننتظر افضل وبلاش الاستعجال. نشوف فودافون قطر. فودافون قطر الحمد لله حققنا منه نسبة ممتازة جدا خلال الأسبوع الماضي، حوالي 9% ربح، وأغلق فوق مستوى 1.57. أتوقع بالاستمرار أعلى 1.57 أو الإغلاق أعلى 1.57 هيكون عندنا صعود هيستهدف معانا. خلينا نقول فين المستهدفات القادمة. عندنا ده المستهدف القادم 1.61 وتسع أجزاء، يعني ممكن نقول 1.62. تمام، نكبر التشارت بتاعنا أهو، 1.62 وأربع أجزاء ده المستهدف القادم بتاعنا. وفي حالة اختراق 1.62 هيكون عندنا مستهدفات لحد 1.70 ريال وأكتر كمان في حالة اختراقها. فاحنا هنشوف مع بداية الافتتاح هل السهم هيرتد تاني من منطقة العرض اللي عندنا دي ولا لا، ولو ارتد من منطقة العرض دي وبدأ يدي اشارات انعكاس فاللي معاه السهم ممكن يبيع لحد ما يظهر اشارة انعكاس من منطقة تصحيح كويسة ونبتدي نشتري فيه مرة تانية. لكن طالما السهم اعلى المنطقة دي ممكن نشوف استمرار للصعود، وطبعا مش بفضل ان احنا نشتري زي ما قلت من القمة. نشوف سهم بلدنا. سهم بلدنا يعني سهم تقيل تقيل جدا كمان، متذبذب، والتذبذب بتاعه مش حلو. انا بصراحة يعني حرمت ان انا استعجل فيه. تمام، فانا لا يعني السهم خسرني الفترة الاخيرة حوالي 10 او 15%، فلا انا بس الحمد لله ده طبعا كان من الارباح برضو عشان محدش يفتكر ان ده كان خسارة كده، لا ده كان من الارباح. ولكن انا شايف باذن الله ان هبتدي افكر فيه مرة تانية زي ما قلت قبل كده لو اغلق فوق 1.74 وخمس اجزاء. لو اغلق فوق المستوى ده يعني كسر نطاق التذبذب اللي هو فيه ده واغلق اعلاه، هيكون في فرصة كويسة جدا جدا للشراء باذن الله لحد 2 ريال و4 درهم. نشوف الرعاية. ادي سهم الرعاية نزل، وقلت ان سهم الرعاية مش كويس، وبرضو الحمد لله التوقعات بتاعتي كانت في محلها والسهم نزل. فانا برضو مش شايف ان في فرص ان احنا ندخل في سهم الرعاية دلوقتي خالص، ومش هيكون في تحليل كويس. او ممكن نعمل كده يعني، ممكن نشيل كل ده كده ونشوف اللي ممكن يبتدي يرتد منين. ننزل على فريم اليومي، انا هحلله عشان الناس اللي محتاجاه بس والله، لكن انا عن نفسي مش هدخل عليه. ادي فريم الساعة. فريم الساعة افضل منطقة، او شايف ان المنطقة اللي ممكن تبتدي ترد السهم عندنا هنا كده اهو، نجيب كده ممكن المنطقة دي. تمام اهو عندنا هنا دي الشموع. نجيب تاني. طب اليومي اللي هي المنطقة اللي ما بين 9 ريال ل 8.94 دي ممكن لو نزل ليها مرة تانية وودى اشارة انعكاس زي دي كده هتكون فرصة كويسة، لكن دلوقتي مش هقدر ادخل دلوقتي عليه. يعني هو هنا ادى اشارة كويسة، ولكن ممكن ان هو ينزل تاني ليها ويعملها اعادة اختبار مرة تانية، لو ادى منها اشارة كويسة ممكن ساعتها افكر فيه. هفكر بس، لكن مش اكيد ان انا هاخد السهم، لان السهم في الفترة الاخيرة
يعني التذبذب فيه عالي شوية، وكمان النسبة مش هتكون عالية أوي، حوالي 4% بس. تمام، فهشوف لما يدي إشارة من هنا هتكون قوية ولا ضعيفة. لو قوية ممكن أبتدي أشتري لحد 9.37، والهدف التاني عند 9.60. لو ما اداش يبقى ممكن يكسر المنطقة دي. نشوف الطبية، ادي سهم الطبية. الطبية كنت اتمنى ان يقفل على ايجابية يوم الخميس، ولكن اغلق على اغلاق سلبي حتى الاسبوع، اغلاق سلبي مش قوي يعني، حتى يعني اغلاق سلبي مش قوي، وفي نفس الوقت مش سلبي جدا ولا ايجابي برضو، فاللي هو ايه 50-50. وكمان يوم الاربع كان عندنا برايس اكشن كويس والسهم طلع ولكن نزل تاني. فانا شايف ان الطبية ممكن لو دخل عليها سيولة خلال الفترة اللي جاية نبتدي نشوف ليها صعود مرة تانية لحد 3.38. فلو ودت اشارة كويسة مع بداية الافتتاح ممكن اشتري فيها مرة تانية، يعني لو يوم الحد ادتني اشارة كويسة ممكن اشتري فيها في السهم الطبية، لان هو في منطقة شراء كويسة جدا جدا. فهنشوف الافتتاح بتاعها هيكون عامل ازاي ونكرر. نيجي لسهم السلام اللي جات عليه اسئلة كتير جدا. سهم السلام اغلق معانا عند 65، ودي منطقة كانت منطقة الهدف التاني بالنسبة لنا، وكانت منطقة عرض السهم اخترقها، فده حولت بالنسبة لي دلوقتي لمنطقة طلب. اهي حضراتكم شايفين كان السهم بيطلع يتذبذب ينزل يطلع، اخترقها، عمل اعادة اختبار يوم الاربع، يوم الخميس نكمل نزول. اتوقع ان شاء الله ان احنا عندنا، يعني احنا ممكن نعمل ايه، عندنا كان عندنا يوم الاربع الترا هاي فوليوم. تمام، الالترا هاي فوليوم ده كان ما بين، هنقول بالظبط الارقام، عندنا هنا الشمعة دي اللو بتاعها عند 65.50، تمام، والهاي عند 67.69. فممكن يعني دي احنا قلنا اللو هيبقى بيمثل عندنا دعم والهاي مقاومة، فانا عندي قرب السهم دلوقتي قرب من اللو جدا، فدي تعتبر منطقة تصحيح وكانت منطقة عرض سابقة ومتوافقة معانا مع الترا هاي فوليوم ودعم. فممكن نشوف ال 65.50 وبعدين نشوف صعود مرة تانية. احنا ما زلنا متمسكين بأوردرات الشراء اللي معانا. تمام، فانا شايف ان احنا ممكن نبتدي نصعد من المنطقة دي مرة تانية ان شاء الله، من ال 65.50 لل 64.10، دي المنطقة دي ممكن ترد السعر تاني لأعلى ان شاء الله، وانا لسه متمسك بالاهداف لحد ال 73.60. انا متمسك بالاهداف دي بإذن الله. وكمان لو بصينا على فريم الاسبوعي، بصوا يعني اغلاق كويس جدا بيدعم استمرار الصعود، فانا شايف بإذن الله ان احنا عندنا استمرار للصعود على سهم السلام لحد ال 68.80 مرة تانية، وفي حالة اختراق هنوصل لل 73.6 بإذن الله. نشوف اخر سهم معانا، سهم ودام، مفيش جديد برضو عليه خالص. احنا عندنا لازم يخترق ال5.87 ريال عشان نستهدف ال6.22 ريال، وبعدين ال6.41. وبكده اكون انتهيت من الفيديو التحليل الاسبوع للسوق القطري، اتمنى اكون افدتكم. ولو عندكم اي استفسار حضراتكم تقدروا تبعتولي على التويتر الخاص بيا، ده صفحة تويتر بتاعتي او البروفايل بتاع تويتر بتاعي اهو. لو حضراتكم عندكم اي استفسار تقدروا تبعتولي على تويتر، ده اليوزر نيم اللي تقدر تعمل بيه سيرش عليا، وده رقم الواتساب بتاعي. لو حد عنده اي استفسار تقدر تضغط على اللينك هيحولك اوتوماتيك بالواتساب بتاعي، وتقدر تعمل كونتينيو تو شات، تدخل على الشات معايا على طول. وبكده اكون انتهيت من الفيديو التحليلي، اتمنى اكون افدتكم وكنت مبسوط اني كنت مع حضراتكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم.